حاكم ولاية البحيرة الجنرال صالح قرتجاني خلال زيارته لبلدية مدينة بول استمع للعديد من التوضيحات حول سير العمل بالبلدية، وذلك من قبل المسؤولين وعلى مقدمتهم عمدة البلدية أحمد بكر. هذا وقد تجول الوالي بمختلف المكاتب والأمكنة، وبعد تفقده وتعرفه على سير العمل بالبلدية صرح بقوله: أننا شغل الفكرنا في كوميندا يعني بكان بيبليك ده واجب شغل بيبليك ده ميري يشيفه يا أدلة ينزمه ما شغل أنا شاب. الشركة من أجل تنمية البحيرة المعروفة اختصارا بالسوديلا كانت أيضا ضمن الزيارة الميدانية التي قام بها حاكم ولاية البحيرة الجنرال صالح قرتجاني. هذه الشركة الوطنية تعمل دوما في إمداد المواطنين لسيما المزارعين بالإمكانيات اللازمة التي تخص تنمية بحيرة تشات.